يلا عاش عاش. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كل يا رب كله بخير. بص يا نمرويه، بص يا نمرويه، قبل ما نبدا اي كلام، الناس لسه ما اشتركتش في القناه، بسرعه اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، دوس لايك على الفيديو بسرعه بسرعه بسرعه. شقيله انت عمامه، هنقعد استني كده ثواني نفرد دي. استنوا عشان هنعمل ايه؟ التهال تعالي 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 التهال. عمالين يمشي ايه عشان خاطر المفروض خلاص اللي هي ايه، الله يحن عليكي، دلوقتي هتاخد بريك شويه صغيرين واحنا نصور فيديو، بعد كده ترجع تتمشى تاني. ربنا يعينك يا رب. يلا بينا، هنقول لكم هنعمل ايه. شكرا لكل حد سال عني، انتوا على راسي من فوق. طبعا انا مش جاي لي نوم، وعماله بطبق كل اللي الدكتوره طالباه مني، ان انا امشي كتير، ومستنيه موعد ان انا اقابل الدكتوره باذن الله، وقاعده باكل تمر وبعمل كل الحاجات اللي تساعدني باذن الله وتسهل الامر. ادعوا لي كتير جدا. انت جيت ثروتي شع عمري. المفروض ان ايه كمان شويه رايحه للدكتوره، من امبارح ما نامتش، وطبعا مش منيمانه، ما فيش بس غير قلق، هي باين اللغم عليها فوق. انا وابتهال وايه مسهرانين من امبارح او من اول امبارح، ما نمناش بسبب التعب اللي ايه فيه. فالنهارده المفروض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايه تولد. النهارده رايحين للدكتوره، لسه شويه على موعد الدكتوره، فقلت ايه اسليهم. حصلت حياتنا الحصاله دي يا جماعه، من اول ما عرفت ان انا حامل قررت انا ونمر ان احنا نبدا نحط فيها اي فلوس تقابلنا، اللي هي الفكه. مش فكه قوي والله العظيم، انا كانت بتاخد مني فلوس مجمده وتحطها برده، يعني بص ثلاث ارباع فلوس مجمده دي ما حطهاش بمزاجي انا، كنت بص الفضه دي انا حطها بمزاجي، لكن الورق ده مش بمزاجي. احنا قلنا الحصاله دي هنفضل نحوش فيها لحد موعد الولاده، وهنشوف فيها كام، وان شاء الله هتطلع فلوس الولاده. تفتكر هتطلع فيها كام؟ حاسه انه ممكن 2000 جنيه. تفتكر يا بولا هيطلع فيهم كام؟ 300 جنيه. 300 جنيه؟ كل الشهور دي وتقول 300 جنيه؟ ده انا موت نفسي. ده انا مش هحوش تاني. فيها شويه حلوين، دلوقتي هنفتح وهنعد مع بعضينا. متوقع كام برضو ما قلتش؟ لا هي مش اقل من 4 5000 جنيه. 4 5000؟ 4 5000 يعني 4 5000 7000 جنيه 10000 جنيه. احنا نتمنى ان هي تبقى فلوس الولاده كامله. هي كانت فكره حلوه جدا وذكيه مننا وايه. بصوا عملنا جبنا صندوق بتاع المخلل، هو كان فيه مخلل اصلا بصراحه، كانت امي اللي جايبه لنا، ففضيت المخلل منه وحطيت فيه ايه؟ قلت احط فيه فلوس. مكتوب عليه فلوس الولاده. في برطمانات كتير، في فلوس بقى السبوع، في صندوق فلوس ما اعرفش ايه. دلوقتي هنفتحها وهنعرف فيهم كام. جاهزين؟ جاهزين. قبل ما نبدا اي كلام، اللي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه، فعلوا الجرس دوس لايك على الفيديو، وشكرا لكل الناس اللي دخلت عملت لنا فولو على الانستجرام ودخلت تطمن علينا على الانستجرام، بشكركم من قلبي. طب يلا بسم الله. يلا بينا. ازاي نفتح؟ افتح بيبان. اي انت حاطه فيها ايه؟ عاملاها الامين؟ ده حاول ياخد انا. قفلنا بيها يا جماعه. كتر الورم اللي في جسمي ما اقدرش حتى اشيل ازازه ميه. يعني هنشيل الفلوس دي وهنبدا نحوش فلوس المدرسه بتاعت بنتنا ان شاء الله. يا جماعه الحصاله دي كانت بعيده فين عني بصراحه. الحمد لله اللي خدناها عن ابتهال. ابتهال لو قفشتها هتجيب بيها كلها تين. شوف. سخن النبي كده بس شجعوني بس كده. الله يا نام قوي بقى. شاطر راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه الفلوس دي نعمه والله العظيم، ريحه الفلوس دي مع انها ريحتها فلوس قديمه بس حلوه، الحمد لله نعمه من عند ربنا. في دراسه والله يا جماعه بتقول ان الفلوس ريحتها بتحسن النفسيه. حد ما تشم شويه نفسيتي متبهدله. انا نفسيتي تعبانه قوي الفتره دي. فيا يا جدعان واحد انتوا بقيتوا مجنونين ولا ايه؟ حسن نفسيتك. الله شم شويه ريحه الفضه معفنه قوي، تحس الواحد كان حاطط الفلوس دي. بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نزلش فلوس ليه؟ بسم الله. استنى كده. ايوه بقى ويلا. ايه ده هو عايز؟ طلع 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 الثروه. طلع اللي تحت البلاطه يا ابني. كل ما اسالك تقول لي ما معيش. ده ليه كان بفتح الصاله يا جماعه؟ هي كانت بساعات ربنا مسؤوله عن الفلوس دي كلها، فيها كم خمسات 10 جنيه انا فاكرها، ما كنتش عارف اصرفها. هي قالت لي هاتها هتحطها في الحصاله. بس انت شاطره جدا في العد يا جماعه. انا اللي هعدلكم كام؟ تعمل ايه؟ هلا عمرها ما عدت غير ما ودتنا في ده يا جماعه. طب ربنا يستر. كل مصايبي معاها في العد، قول لها حاسبي السوبر ماركت مثلا وادخل اعرف ان خلاص فلوسي راحت. ما بقاش فيها فلوس خالص؟ ابدا نقسمها، يعني ايه؟ الخمسات لوحدهم، العشرات لوحدهم، العشرينات لوحدهم. طيب. والجنيهات لوحدهم. مين هيعد الخمسات ومين هيعد العشرات؟ انا هعد العشرينات. وانا هعد الخمسات. يلا بينا. وانت هعد العشرة. والفضه سيبها في الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. بسم الله. العشرينات مش موجوده اصلا؟ مفيش عشرينات. استنى. انا هجمعهم الاول وبعدين اعدهم، فاهمين؟ يعني مش هقعد اعد من دلوقتي. هجمع بس كل اللي هيجمع مبلغ يا جماعه ياخده ويمشي بصراحه. عشان كده انا خدت ال 20. تتوقعوا هيطلعوا كام؟ بجد اكتبوا لنا في الكومنتات كده، ومحدش يجري، محدش يجري الفيديو ويقول يعني يعرف النتيجه، يجي يكتب. ها مش متوقع يا نمر ان احنا لو ما كملوش فلوس الولاده تعمل ايه؟ ان شاء الله ناخد بقى الذهب بتاع بيت ابتهال. خد السلسله دي بقى يا جماعه. تجي فالسو؟ اه صح؟ تشتغلني.
كانوا منفوخين قوي في البيع. ايه اللي حصل لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هم خسوا ولا ايه؟ والله خلصنا هناك. الفلوس دي مش هتدخل، مش هتدخلنا اصلا المستشفى، مش هتدخلها تكشف. الطوارئ نفسها مش هتستقبلنا. خلاص اللي معايا طلع معايا 140. 140؟ ده في كام خمسات؟ انت تحس ان انا كنت شغال شحات. يعني ده الخمسات والفضل معايا دي كلها. كنت عمال اسقي الزرع كده يا جماعه امبارح، وعمال ادعي ربنا اقول يا رب اذا كنت تقبلت مني اي عمل صالح اديني اي اشاره. ما اعرفش ان هي دي الاشاره. رزق ساقه الله والحمد. البنت اللي جايه في الطريق ان شاء الله، انا عايز اقول لك يا بنتي احنا حوشنا قرش على قرش عشان نجيبك من بطن امك. احنا جايبينها من تحت. الفيديو ده مثلا بعد 50 سنه ولا حاجه. 50 سنه هنكون ميتين بجد. الله يرضى عليك. شكرا، ربنا يبشرك. كده لا بس نعد كل واحد معاه كام؟ 40 50 60 70 80 90 100 120 130 40 50 60 70 80 90. ده انت لو كنت طردت من اول يوم يا فشلة. كده 200 جنيه. استنى لسه في تاني على جنب. استنى 200 240 250 260 270 280. معايا 280. احسب 280 وانت 400. 280 و 400 680. معايا 320. 680 كم دول؟ 320. يبقى ما بتعرفش تعد ورا. دول 320. ها بص عليا يا رب. 1 2 3 4 5 6 7. 140 جنيه. خرجت من المدرسه من الساعه كام؟ اراهنكم كسرت عد. 140 و680 90 يعني 780. استنى 820. 600 كام؟ احنا قلنا كام؟ 600 كام؟ 680. 680 كده 600. 700 جنيه. 700 ده قديم قوي في العد يا جماعه. بيعد بال 700 اكتر. 700. استنى 820. استنى اتاكد. 820. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عد ورا اختك. ماشي اختك الله يبارك لها. مش هتيجي حق الحقنه اللي هي تاخدها في ايديها. اما اللي بدا يقل قوي العمل الصالح يا رب. معايا 46 جنيه ونص. 46 جنيه. استنى 32 دول عليهم دول 46 ونص. استنى 46. قول 46 47 48 49. دي 50 جنيه. 50 و50 100. دول 100. 100 مع ال 820 يبقى 920. 920 دول اكيد مش 80 جنيه. ما كملناش 1000. استنى هتولد هتولد يا. وانا كنت رامي حمل حياتي كلها على الصندوق ده. مفيش حاجه ثانيه جواك؟ طبيعي راحت فلوسك يا صابر. 18 ونص و انا كده كله كام؟ احنا حسبنا لحد كام من شويه؟ 900 وكام؟ 920. 920 18 ونص 920. ده كان 940 اللي جنيه ونص. يعني ما عدناش 1000 جنيه. يعني خلاص محتاجين 60 جنيه ونقفل. قوم هات 60 جنيه. كنت باني احلامي عليهم. انت كنت بتدخل مخزن كتير الفتره دي. اتقال لي بركتها معاك. ابتدت نظرت. والله اتنظرت. انا مش عاوز تاني. بفكر في حاجه. احنا نشغل الفلوس دي شغاله في ايه؟ في اي حاجه. عارف اقول لي حاجه؟ ممكن نجيب بيها باكيتات مناديل ونبيعهم في الطريق. عملنا حاجه مالهاش اي تاثير لازمه. انا حاسه ان انا اللي حاطه المبلغ ده. مش ال 50 دي كلها بتاعتي. شم هتلاقي ريحه البرفان بتاعت الهدوم بتاعتي. هو اهي ولا في اي ريحه ليك؟ ما عشان انا بحط برفان. لازم بشكر الظروف اللي حطتنا في موقف المعلم بين ربنا ده. لو حد عنده اقتراح اشغل الفلوس دي في ايه يا ريت يعني يبلغنا ويعرفنا. اشكركم جدا. بس انا هقفل دلوقتي عشان خاطر اعيط. بقول لك ايه، مش انا كنت جايب لك دبله في الخطوبه؟ اه صراحه يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه والله بجد. برافو يا ايه وبرافو يا نمر، ما شاء الله عملتوا حاجه ولاش اعدادي الا احنا ناخدهم بالحصاله كده ونروح نديهم للدكتوره. لو فلوس الولاده اهي. الناس كانت بتسال على ثروتي اهي. يوم ما تحرم انت في ايه؟ عشان انا اكون عديت غلط. العياط هيبقى يا جماعه اول ما نقفل الفيديو ده. نقفل وشويه ان شاء الله رايحين للدكتوره. احنا والله العظيم قلنا بس احنا قاعدين فاضيين كده، قلنا قلنا نصور فيديو بسرعه وننزله لكم عشان خاطر ده نطمنكم. احنا حرفيا مش بنضحك لما يفتح الكاميرا. احنا فعلا ايه تعبانه بطريقه مش طبيعيه، وفعلا مش بتضحك ومش بقى كده غير اول لما بفتح الكاميرا. ايه فعلا تعبانه بطريقه مش طبيعيه. وبشكر من قلبي كل الناس اللي اتصلت بيا من صحابنا، والناس اللي بعتت لي على الانستجرام، والناس اللي بتخش تطمن علينا. والله بشكركم من قلبي وبجد. يعني ربنا يحفظكم كلكم، وانتوا اخواتنا، انتوا اهلنا، انتوا اهل البيت ده. فبجد بنحبكم جدا. باي باي.
بقى.